السلام عليكم، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم ريم من قناة فليفرز اند تيست، نكهات واذواق. برحب فيكم وسعيدة بوجودكم. ان شاء الله عائلتنا تكبر اكثر. اليوم راح اقدم لكم الوصفة المعتمدة اللي بعتمدها دائما، وهي الاسهل والابسط على الاطلاق لتحضير الكريمة اللي بغلف فيها كل الكيكات اللي نزلت على هاي القناة واللي بعملها لعيلتي. كتير طعمه طيب وقوامة انسيابي بشكل، وبسيطة جدا جدا. وصفة مضمونة ان شاء الله رح تعجبكم 100%، وان شاء الله رح تدعولي. جربوها بهاي الطريقة واعطوني رأيكم فيها بالتعليقات. انا نزلت سابقا على قناتي وصفة كريمة الكاسترد لحشو الكيكة بين الطبقات، استعمل هديك الكريمة بين الطبقات، ونزلت كمان وصفة كريمة الكريمة السويسرية وكريمة الجبنة. كلهم كريمات كانوا حلوين، بس كل واحدة إلها استعمالها. بآخر الفيديو بشرح لكم كل نوع كيف بستعمله وينتا بستعمله. أما هلأ خلونا نبدأ بالطريقة بكريمة التغليف. كريمة الشانتيل التغليف رائعة، إن شاء الله رح تعجبكم. الوعاء مبرد جدا قبل نصف ساعة من العمل به، والشبك اللي رح أضرب فيه المضرب يعني كمان مبرد. استعملت نصف كوب ماء بارد جدا. وحطيت له ظرفين صغار كريم شانتي بوزن 250 جرام. هدول الظرفين بيعطوا وزن 250 جرام، يعني نصف كوب مع نصف كوب ماء بارد جدا، رشة فانيلا، ورح نبدأ الخفق. رح ياخد معنا خفق تقريبا 6 دقائق. لتثبيت قوام الكريمة بشكل بسيط وسهل جدا جدا، بستعمل السكر البودرة الجاهز يلي بجيبه من السوق مغلف، وبودرة من السوق يعني انا ما بطحنه بالبيت. لو حابة تطحنيه بالبيت الافضل تحطي معاه رشة نشا وتنخلي اكتر من مرة، وتستعملي بنفس النهار اللي طحنتيه فيه مشان ما يعمل كتل معك بقلب الكريمة. بس الافضل انا بصراحة بستعمل سكر البودرة الجاهز. حطيت ربع كوب سكر بودرة. ضفت ربع كوب حليب بودرة. السكر البودرة انا ضفته لتثبيت قوام الكريمة، اما بالنسبة للحليب البودرة بحب الطعمة تبعه كتير، بيطلع طيب مع الكريمة، رائع، نكهة بتجنن وقوام انسيابي وغني كتير كتير كتير، رح تعجبكم ان شاء الله. هذا قوام النهائي، هذا بعد الخفق لمدة 10 دقائق، ممكن تحتاج معك 12 دقيقة حسب نوع الخلاط. الكمية اللي طلعت معنا يعني تقريبا لتر، بتغلف كيكة من طبقتين فقط، منا كمية كبيرة. لو انت عاملة كيك اكتر بتضاعفي الكميات بحسب الكيك الموجود عندك حجمها وارتفاعها. بالنسبة لي رح اجرب لكم اياها هلأ قدامكم بكيس الحلواني. بالنسبة لأسئلتكم بالتعليقات عن كريمة الكاسترد، هل فينا نستعملها للتغليف؟ ممكن تستعملوها للتغليف، حتى في ناس أخذت الطريقة مني واستعملوها بصنع كريم، يعني وردات كريمة، وكانت ناجحة معهم. بس هي بصراحة كريمة صممت خصيصا للحشو بين طبقات الكيك، فالأفضل استعمالها بالحشو. للتغليف الأفضل استعمال هاي الكريمة، كريمة الشانتي بهاي الطريقة او المثبتة بالجيلاتين. وكمان فيكن تستعملوا كريمة السويسرية ممتازة للتغليف ولتزيين ولصنع وردات الكريمة. كريمة الجبنة ممتازة للتزيين وللتغليف. افضل مكان لتطبيق كريمة الجبنة هو الريد فيلفت كيك، الكيكة المخملية وكيكة الجزر، كتير بتطلع متناسبة طعمتها مع هالكيكتين. بالنسبة لجناج الشوكولاتة، المعد من الماء مع الشوكولا، او المعد من نشا ماء وشوكولا،
فهي أفضل استعمالها تحت عجينة السكر، كونه هي سكرة خفيف تيجي متناسبة مع الحلاوة تبع عجينة السكر. كان كل شيء بخصوص أنواع الكريمة واستعمالاتها، كل الوصفات رح أحط لكم إياها بصندوق الوصف وبآخر هذا الفيديو إن شاء الله. لا تنسوا تدعموني باشتراك ولايك لأستمر بتنزيل الوصفات، وإذا كان في أي تعليق أو سؤال أو استفسار حطوا لي إياه بتعليق بأسفل الفيديو، والسلام عليكم.